والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال نتابعها مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا ريهام الديب. شكرا يوسف عبدين. وأهلا بكم مشاهدين وجولة اقتصادية جديدة. أعلن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين نجاح تنفيذ خدمة التموين لإحدى السفن الحاويات العملاقة بكمية 100 طن سولار، حيث استغرقت عملية التموين ساعة واحدة بميناء غرب بورسعيد. وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية أن تقديم خدمة تموين السفن بميناء غرب بورسعيد يرفع تصنيف الميناء عالميا، مما يساهم في جذب الكثير من الخطوط الملاحية. وتعد هذه أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود بميناء غرب بورسعيد، وهي الثانية من نوعها في موانئ المنطقة الاقتصادية بعد عملية تموين لإحدى سفن البضائع بميناء شرق بورسعيد مؤخرا. أعلنت وزارة النفط العراقية وصول صادرات البلاد من النفط الخام خلال شهر يونيو لأكثر من 100 مليون برميل بإيرادات بلغت حوالي 7 مليارات و100 مليون دولار. وأشارت الوزارة إلى أن مجموع الكميات المصدرة من الحقول النفطية في وسط وجنوب البلاد بلغ حوالي 98,725,000 برميل، في حين بلغت الكميات المصدرة إلى الأردن نحو 299,000 برميل. هذا وبلغ متوسط سعر برميل النفط في العراق لشهر يونيو 71 دولار و11 سنت للبرميل. أعلنت شركة غاز بروم الروسية أنه يتم تزويد أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا بمقدار 41,200,000 متر مكعب في اليوم عبر محطة ضخ الغاز سوتكا، مشيرة إلى أن الجانب الأوكراني رفض طلب التسليم عبر محطة سوخانوفكا. وقال ممثل شركة غاز بروم أن الشركة تصدر الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا بالمقدار الذي أكده الجانب الأوكراني عبر محطة ضخ الغاز سوتكا، والتي تبلغ نحو 41,200,000 متر مكعب. قفز فائض ميزان المدفوعات في قطر في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 190% على أساس سنوي إلى نحو 1,800,000,000 ريال. في غضون ذلك أظهرت بيانات رسمية انخفاض المؤشر العام لأسعار المنتج الصناعي في قطر خلال شهر مايو الماضي بنسبة 5.9% على أساس شهري، وبنسبة 29.8% قياسا بالشهر المقبل أو المقابل من العام 2022، وذلك بضغط من قطاع التعدين. أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع مع استئناف التداول بعد عطلة عيد الأضحى، وكان أداء المؤشر القطري وهو الأقوى إذ صعد بنسبة 1.3%، فيما ارتفع المؤشر السعودي بنسبة 0.3%، كما زاد مؤشر سلطنة عمان بنسبة 0.1% ومؤشر الكويت بنسبة 0.6%. قال وزير الكهرباء في جنوب إفريقيا إن البلاد تقترب من إنهاء قطع التيار الكهربائي اليومي مع عودة الطقس الأكثر دفئاً قرب نهاية العام. وذكر البنك المركزي في جنوب أفريقيا الشهر الماضي أن انقطاع التيار الكهربائي الذي يطلق عليه فصل الأحمال محلياً من المتوقع أن يخصم نقطتين مئويتين من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وتراجعت حدة انقطاع التيار الكهربائي في الأسابيع القليلة الماضية، لكن هناك مخاوف من أن يشتد الشتاء في نصف الكرة الجنوبي في يوليو وأغسطس، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على التدفئة. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية. عودة مرة أخرى لريهام يوسف لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا لك فاطمة.